السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مجموعة من الطلبة اقترحوا علي أن أحاول في المحاضرة الأوديو أكون رابط مع الصفحات بتاعة البي تي اف، بحيث يبقوا عارفين أنا بشتغل في صفحة واحد، أنا بشتغل في صفحة اتنين وكذا. فاقترحهم، أنا شايف أن اقتراح إيه يعني مقبول، مفيش مشكلة فيه. فأنا رايح أبدأ من الأول خالص، من أول محاضرة، وهبدأ من صفحة واحد، وهمشي معاكم أسجل لكم المحاضرات اللي فاتت كلها أوديو، وباستمرار منبهكم أنا بشتغل في صفحة كذا أو كذا أو كذا. فصفحة واحد، رقم الصفحة على فكرة أنا حاطه فوق على اليمين فوق في آخر في أول الصفحة فوق. صفحة واحد بتكلم على إيه؟ البتروكيميكال تكنولوجي. بعمل اول ديفينيشن ايه البتروكيميكالز. البتروكيميكالز هي عباره عن كومباوندز اوبتيند فروم بتروليوم اور ناتشرال جاز هيدروكربونز، وبيتصنعوا طبعا بكميات ايه لارج سكيل. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان المواد اللي انا بستخدمها في البتروكيميكال اندستري هي برودكتس من الريفاينر اندستري او من الناتشرال جاز اندستري. وعلى فكره دلوقتي تقدر تقول ان يعني معظم او موست او يعني اوفر 95% اوف اورجانيك كيميكلز يوزد ان كيميكال ان كيميكال اندستري ار درايفد ار اوبتيند فروم بتروكيميكلز. البتروكيميكلز اندستري is not a part of the refining industry. Petrochemical industry is a chemical industry. The objective بتاعها is to produce chemicals. A refining industry is mainly a fuel producing industry. Refining industry هدفها الأساسي إنتاج fuels وقود زي الجازولين، زي الكسورين، زي الكيروسين، زي الجاز، زي الجاز اويل اند سو اون. ولكن البتروكيميكال اندستري معظم الرو ماتيريالز بتاعها اصلا جايه فروم البتروليوم او الناتشرال جاز. بعد كده في نفس الصفحه كاتب لكم بقى عنوان صغير مين هم الرو ماتيريالز. الرو ماتيريالز فور بتروكيميكال اندستري ار مينلي 3 بتروكيميكالز، ثلاثة أساسيين. نمرة واحد السنجاز، نمرة اتنين الأوليفينز، نمرة ثلاثة البي تي اكس. وحنقول ده ايه وده ايه وده ايه. وأحيانا بيكون في بعض الرو ماتيريالز أقل أهمية بالنسبة لنا في مصر على الأقل، اللي هم الكول والفيجيتابل أويلز. السنجاز أو السينسيسيس جاز ده عبارة عن ايه بقى؟ ناخدهم واحد واحد. السنجاز عبارة عن ميكشر من كربون مونوكسيد اند هيدروجين، ميكشر اف سي او اند هيدروجين. بيجي منين؟ obtained by steam reforming of natural gas. لما اقول natural gas يبقى قصدي mainly الميثين، لان الناتشرال جاز معظمه ميثين. يعني باستمرار الناتشرال جاز يعني من 85 لغايه مثلا 95 او 97% ميثين حسب ايه المصدر بتاعه. فالنسبه الغالبة ميثين. فلما نتكلم عن الناتشرال جاز بنتكلم مين اللي على الميثين، برغم على كميات صغيره من ايه الهاير بارافينز. ممكن كمان السنجاز ده يجي بطريقه تانية غير ال يعني انا بحصل عليه من ناتشرال جاز زي ما قلت بالستيم ريفورمينج. ممكن كمان ستيم ريفورم يعني رياكشن وذ ستيم، انما ممكن احصل على ان السنجاز بطريقه تانية بارشال اوكسيديشن. الستيم ريفورمينج يعني سبيسيفيك بالنسبه للناتشرال جاز او الميثين والى حد ما الايثين مثلا. انما لما الهيدروكربون الملوك البارافين لما الملوكولر
الويت بتاعه يزيد بيبقى في صعوبة difficult to react with steam. فبنستعمل طريقة تانية اللي هو البارشال اوكسيديشن. البارشال اوكسيديشن اوف طبعا تنفع للناتشورال جاز، انما كمان تنفع اهم كده لمين؟ للهيفي هيفير برودكتس زي النفطة، زي الهيفي اويل فيول اويل او مشابه يعني، او حتى من الميثانول اللي هو مش ايه مش بارافين الكول. فالسينجاز المصدر الاساسي له ستيم ريفورمينج اوف ناتشرال جاز، ستيم ريفورمينج اوف ميثين سبيسيفيكلي، ويمكن الحصول عليه غير الستيم ريفورمينج طريقه ثانيه بارشال اوكسيديشن. البارشال اوكسيديشن طبعا تصلح لللايت هيدروكربونز، وان كان الستيم ريفورمينج زي ما هنقول بعد كده افضل، انما البارشال اوكسيديشن يعني يعني استخدامها اكثر في البارافينز اللي هي ما بيحصل لهاش اكسم مع الستيم. مين اللي ما حصلوش رياكشن مع الستيم؟ اللي هي الهاير بارافينز اللي هي بقى كبرودكتس زي النفطه، زي الهيفي اويل فيول اللي هم بيجوا من الفركشنيشن بتاع الكرود اويل. السينجاز استخدامه في البترو كيميكال اندستري اساسا في حاجتين اساسيتين. مين هم؟ اللي هم الامونيا مانيفاكتشر والميثانول. الامونيا دي اهم استخدام لها في انتاج الفيرتلايزرز الاسمده، اما الميثانول فهو كالكول بيدخل في كثير من تحضيرات البترو كيميكال برودكتس. فاول رو ماتيريال السينجاز. تاني رو ماتيريالز اللي هي الاولفينز. الاولفينز عباره عن ايه؟ unsaturated hydrocarbons. بيجوا منين؟ بيجوا من الستيم كراكنج. نقول كلمة ستيم كراكنج او نقول بيروليسز او نقول ثيرمال كراكنج، هما كلهم بنفس ايه؟ بنفس المعنى. ستيم كراكنج او بيروليسز للبارافينز. البارافينز كلها قبل يتعمل لها بيروليسز زي مين؟ زي الايسين C2H6، النفتة اللي هي هيفير عن الايسين، او حتى الهيفي اويل اي او حتى كرود اويل، اي بارافينك هيدروكربون ممكن يتعمل له بيروليسز يديني اولفينز. البارافينك هيدروكربونز اللي هي طبعا زي ما قلت البتروليوم مينلي، لسه هقول يعني بتروليوم مينلي بارافينك ان نيتشر. فلما اقول بارافينك هيدروكربونز يعني اي برودكت جاي من الفراكشنيشن بتاع كرود اويل هيبقى بارافينك، وبالتالي يصلح ان انا اعمل له بيروليسز او ستيم كراكنج احضر منه ايه؟ الاولفينز. رو ماتيريال الثالثه اللي هي الاروماتكس. اروماتكس المستخدمه في بيترو كيميكال اندستري بالذات اللي هم البنزين تولوين زايلين، فبنختصرها البي تي اكس. بي تي اكس بنزين تولوين زايلين هم دول الموست امبورتنت اروماتيك هيدروكربونز المستخدمين في البترو كيميكال اندستري. برغم ان هم موجودين في البتروليوم بس بكميات صغيره، لكن المصدر الاساسي للبي تي اكس او البترو اروماتيك بترو كيميكالز للبترو كيميكال اندستري هي الكاتاليتيك ريفورمينج. كاتاليتيك ريفورمينج كمان مينلي اوف ايه؟ اوف نفتا، لان البي تي اكس بنزين تولوين زايلين دول فيهم هيدروكربون اتوم 6 و7 و8 اللي هم يمثلوا يعني معظم البارافينز الموجوده في النفتا. يبقى انا لما اسالك اقول لك كلم لي عن الرو ماتيريال بتاع البترو كيميكال اندستري هتقول لي السينثيسيس جاز او السينجاز، الاولفينز، البي تي اكس. بس مش هينفع تقول لي كده وخلاص، لازم كلمتين على كل واحد. سينجاز بيجي منين؟ ستيم ريفورمينج للناتشورال جاز، وايضا يمكن انتاجه بالبارشال اوكسيديشن لاي بارافين. هيدا ناتشورال جاز طبعا يصلح نفته
اي حتى كرود اويل او الفيول اويل اللي هو الهيفي برودكت ممكن يتعمل له بقى بالبارشال اوكسيديشن، ما ينفعش بالستيم ريفورمنج. الستيم ريفورمنج مناسبه للفيري لايت هيدروكربونز من الميثين ويعني الايثين، انما البارشال اوكسيديشن تصلح لكل انواع الهيدروكربونز. الروماتيريال الثالثه اللي هي بي تي اكس بنزين تولوين زيلين بتحضره بالكاتاليتيك ريفورمنج اوف نافتا، هو ده المين سورس بتاع البي تي اكس. في بعض الدول بقى اللي مثلا ما عندهاش بتروليوم او ناتشر جاز بيستخدموا كول كمصدر كروماتيريا في بتروكيميكال اندستري، بيعملوا له عمليه ستيمنج معالجه بالستيم يطلع ميكشر مشابه الى حد ما للسينجاز، يعني ايه ميكشر من كربون مونوكسيد وهيدروجين يستخدمها في بتروكيميكال اندستري. في دلوقتي انتوا عارفين اللي ماشي الكلام على البيئه والبوليوشن والكلام ده، فبتكلموا على انتاج فيول للسيارات من الفيجيتابل اويلز اللي هو بيسموه بايوديزل او الوقود الحيوي. لكن طبعا الفيجيتابل اويلز بالنسبه لدوله زي عندنا في مصر احنا بنستورد 90% من الفيجيتابل اويلز عشان الغذاء اساسا، مش معقول بدل ما هنستورده بثمن غالي عشان الاغذيه نقول نعمل منه ايه، نعمل منه روماتيريال بتروكيميكال اندستري. لكن في دول زي مثلا امريكا، عندهم امريكا دي اكبر منتج في العالم للكورن اويل زيت الذره، فبيشجعوا المزارعين ان هم ياخدوا منهم بعض زيت الذره ده يحولوه الى ايه بايوفيول. انما يعني لسه حتى يعني ما تقدرش تقول على مستوى العالم كله انها طريقه ايه اقتصاديه. الفيجيتابل اويلز بيستخدموها ليه؟ لان بيقولوا البايوفيولز او البايوديزل اللي جاي منها يعني بيسبب بوليوشن اقل عند استخدامه كفيول في السيارات. ده بالنسبه للروماتيريالز. لو نقلب بقى على صفحة 2 في البي دي اف بدأت أتكلم على الناتشورال جاز على أساس إيه؟ زي ما أنت شايف الروماتيريالز دي اللي قلتها من شوية يا إما بيجيبوها من ناتشورال جاز يا إما بيجيبوها من الكرود بتروليوم. فأنا بمهد للشغل بتاعي الأول، أمهد أذكركم بالناتشورال جاز وبعدين أذكركم بالكرود بتروليوم. لو بدينا الكلام صفحة 2 عن الناتشورال جاز، عبارة عن ميكشر من C1 لC4 جيش هيدرو كربونز، إن هو جاز. الميجور فيه طبعا هو الميثين، CH4 هو المكون الأساسي في الناتشورال جاز، لكن في العادة بيحتوي على يعني usually contains some amounts of higher hydrocarbons، higher than ايه than methane decreasing amounts، كل ما يزيد molecular weight يبقى نسبته تقل، فتلاقي الناتشورال جاز بيكون معاه كميات يعني في كميات من الايثين واقل بقى من ايه من البروبين واقل من البيوتين. مش كل انواع الناتشورال جاز فيها الكلام ده كله، ده نوع معين بيسموه الاسوشيتد جاز، بيبقى الهيدروكربونز دولت اسوشيتد مع الميثين اللي هو المين كومبوننت. اضافه الى البارافينك هيدروكربونز دي بتاعت الميثين، في بيكون في بعض النان هيدروكربون جاز زي ايه؟ زي CO2 وبرده زي النيتروجين وزي ال H2S. وال H2S مش في كل الناتشورال جاز يعني، انما في البعض فيه والبعض ما فيهوش زي ما هيبان لك بعد كده لما اتكلم على السورسز. لما اتكلم على السورسز بتاعت الناتشورال جاز ففي 2 سورس كبار. طبيعه الناتشورال جاز لما استخرج من الارض يا اما نوع بيسموه اسوشيتد جاز يا اما نون اسوشيتد جاز. ايه بقى الاسوشيتد جاز اللي انا بتكلم عليه ده؟ هو اللي هو يوجد ال
يعني في ريزرفوارز بتاعته او الابار بتاعت الناتشورال جاز بيكون موجود مش لوحده، بيكون اسوشيتد مع الكرود اويل، بيكون يعني مينلي سي واحد لسي اربعة بارافينز او الكينز ديزولفد اندر بريشر في الكرود اويل. ولما تعمل ريليز للبريشر لما تقلل الضغط بيحصل لهم على طول ايه نسميها بويلنج اوف. بويلنج اوف يعني يسيبوا الليكود ويطلع في الحاله الغازيه. يعني الجازز دي هي جازز، طب موجوده ازاي في البترول؟ دي زو هي بارافينيك هيدروكربون والبتروليوم بارافينيك هيدروكربون، فبتكون دايبه فيه بس اندر بريشر. لما البريشر اتقلل لما يجي يستخرجوا الكرود اويل تلاقي الجاز ده، تلاقي الغازات الدايبه دي بتتحول على طول للحاله الغازيه. وفي انواع تانية من الناتشورال جاز بتكون ابار لوحديها بيسموها نان اسوشيتد جاز، موجوده في ريزرفوارز او في ابار غير مصاحبه للبتروليوم او للليكود. يبقى السورس بتاع الناتشورال جاز اتنين، اسوشيتد اند نان اسوشيتد جاز، اسوشيتد ويز كرود اويل ليكود او نان اسوشيتد موجودين في ريزرفوارز ويز نو اويل بريزنت بدون ما يكون معاهم ليكود بتروليوم. اليوز بتاعت الناتشورال جاز لغايه دلوقتي المين يوز يعني تقدر تقولوا اوفر 95% از سورس اوف انرجي، واستخدم ايه كوقود. ال 5% اللي فاضله بقى بتستخدم از رو ماتيريال في البتروكيميكال اندستري. والناتشورال جاز بصفه عامه متوفر جدا جدا في العالم دلوقتي. في اكتشافات في السنوات الاخيره في الناتشورال جاز وفي السنوات متوقعين في السنوات القادمه كمان يعني في بوادر ان في احتياطيات كبيره جدا جدا من ناتشورال جاز. فهتلاقي معظم الابحاث اللي في الصناعه في السنوات الجايه بتحاول تزود من نسبه الناتشورال جاز المستخدمه في البتروكيميكال اندستري، لان هيبقى ثمنه رخيص مقارنة بالرو ماتيريالز اللي باخدها من البترول زي النفطة او زي الجاز اويل او اي حاجة ايه ليكويد ايه بارافينيك هيدروكربون. الكلاسيفيكيشن بتاع الناتشورال جاز في بقى يا اما دراي يا اما ويت يا اما صور. كلمة دراي هنا ملهاش علاقة بالمية، كلمة دراي اللي معناها ان الناتشورال جاز بيوجد بدون ما يكون معاه كوندنسابل هيدروكربونز او يعني محتوي كميات صغيرة جدا 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 من الهيدروكربونز. دراي ناتشورال جاز مينلي ميثين، يعني ممكن يوصل لغاية 95% ميثين بدون ما يكون معاه هيدروكربونز. احنا بنسميها بقى ايه اللي هي الويت هيدروكربونز، اللي هي الهيدروكربونز كان بي كوندنسد. وطبعا كل البارافين ممكن يتعمل لها كوندنسيشن، بس كل ما كان بارافين صغير كل ما كان اصعب جدا في الكوندنسيشن. كل ما زاد المولكيولار ويت كل ما كان اسهل في الكوندنسيشن. كوندنسيشن او ليكوفاكشن ازاي؟ العادة الكوندنسيشن بتاع اي جاز باي كومبريشن اند كولينج، او باي الاثنين مع بعض كومبريشن اند كولينج مع بعض، او كومبريشن او كولينج حسب ايه طبيعة الغاز. ف الدراي جاز كونتيننج نو كوندنسابل هيدروكربونز. مين هم كوندنسابل هيدروكربونز؟ اللي هم اكبر من السي اتش 4. سي اتش 4 برضه ممكن نعمل له كوندنسيشن بس في ظروف يعني سيفير كونديشنز بالمقارنه بالاكبر منه في مولكيولار ويت. فاللي انا قصدي بيه هنا اللي هم بدءا من الايسين بيوتين ايسين بروبين بيوتين، اللي هم دول نسبيا ايزي ليكوفايبل او ايزي تحولهم لليكود او ايزي تعمل لهم كوندنسيشن مقارنه بالسي اتش 4. اما الويت ناتشورال جاز برضو مش مقصود بيها
المية مقصود بيها بقى ايه اللي هو في مقارنة بالدراي ناتشر والجاز في برسنتج اقل من ميثين وبرسنتج اكبر شوية بقى من الكوندنسبل هيدروكربونز او الليكوفايبل هيدروكربونز اللي هم الهاير زن الميثين الايثين والبروبين والبيوتين. الدراي ناتشرال جاز في العادة خلي بالكم بيوجد فيه يعني معظمه نون اسوشيتد، احنا قلنا من فوق ان في سورسز اسوشيتد جاز وذ جروب بتروليوم ونون اسوشيتد. في العادة بيكون ال نون اسوشيتد ده معظمه دراي يعني كونتيننج نو كوندنسبل هيدروكربون، وفي العادة برضو بيكون الويت بقى ناتشرال جاز اللي هو فيه كوندنسبل هيدروكربونز بيكون موجود بقى مع الاسوشيتد ايه يعني من نوع الاسوشيتد جاز اللي هو الاسوشيتد ويز ايه كروت بتروليوم. الدراي ناتشرال جاز او الويت ناتشرال جاز في نوع ثالث بنسميه ساور ناتشرال جاز، قد يكون دراي موجود في الابار لوحده، قد يكون ويت اسوشيتد ويز بتروليوم كروت بتروليوم، لكن يختلف عن او يتميز عن يختلف عن النوعين اللي انا بقوله من الاولانيين في كميات يعني معقوله شويه او كبيره نسبيا من ال H2S والCO2. H2S بالذات اي حاجه تلاقي في البتروليوم او الناتشرال جاز كلمه صور دي مستخدمه لما يكون في H2S. يبقى الناتشرال جاز الكلاسيفيكيشن بتاعه ثلاث انواع: دراي ويز نو كوندنس يعني او فيري فيري سمول كوندنسبل هيدروكربونز، الويت كونتيننج الى حد ما نسب من الكوندنسبل هيدروكربونز زي الايثين بروبين بيوتين. الساور ناتشرال جاز قد يكون دراي قد يكون ويت ولكن يحتوي على اسيد الجازز زي ال H2S وزي CO2. الناتشرال جاز لما بيطلع من الفيلد او من الموقع ما بيروحش على طول على الاستخدام مباشرة، بتعمله الاول ايه تريتمنت. فالتريتمنت اوف ناتشرال جاز ديت تعتمد على نوع ناتشرال جاز، هل هو دراي ولا ويت، وهل هو فيه سلفر يعني ولا ما فيهوش سلفر. فالتريتمنت بتاع الناتشرال جاز انا مقسمها نمبر 1 الدراي جاز. الدراي جاز لون في الـ H2S في العاده بيكون يعني H2S فيه قليله وما فيهوش كوندنسبل هيدروكربونز، فبالتالي بيحتاج الى ليتل تريتمنت معالجه بسيطه مينلي عشان ايه ادجست الهيوميديتي او الووتر ايه فيبر. النوع الثاني الدراي ساور بقى يعني هو دراي ما فيهوش دراي قلنا ما فيهوش كوندنسبل هيدروكربونز او هاير زمسين بارافينز، لكن بعد ما صور بقى دخلنا في ايه H2S والCO2 الاسيد الجازز ديت، يبقى هحتاج لتريتمنت للريموفال بتاع ال H2S والCO2. النوع بقى الثالث اللي هو الاصعب بقى ويت وصور. ويت في كوندنسبل هيدروكربونز وصور في اسيد الجازز H2S وCO2، فده بيتعمل له تريتمنت السيكونس بتاعه ورا بعض. اول حاجه اسيد جاز ريموفال، تاني حاجه هيوميديتي ادجستمنت، تالت حاجه كوندنسبل هيدروكربونز اي ريموفال. اسيد جاز ريموفال الهدف منها الاوبجكتيف ريموف اسيد الجازز H2S اند CO2 ازاي؟ باي ابزوربشن in easily regenerated basic solvents. الجازز دي أسيدك يبقى أفضل solvents تصلح للريموفال لها اللي هي البيزك solvents زي إيه؟ زي نكتب لكم MEA و DEA. من الـ MEA ده مونو إيثانول أمين،
دي اي اي داي ايثانول امين. فالايثانول مينز المونو والداي ايثانول مينز هي البيزك سولفنتس الاساسيه المستخدمه في ريموفال اوف اسيد جازز. وفي حاجه اسمها كمان بوتاسيوم كربونيت سوليوشن. وفي بقى حاجات سولفنت ثانيه كتيره طبعا مين اللي بيزك بقى زي عندكم حاجه اسمها السلفولان زي كوستيك سولفنتس يعني في مختلف انواع من السولفنتس كتبها لك. لكن المين سولفنتس اللي بيستخدموا اللي هم مونو ايثانولامين داي ايثانولامين بوتاسيوم كربونيت سوليوشن سولفنتس دي او غيرها. الهدف الشرط الاساسي انها تستخدم انها اولا تكون بيزك عشان تبقى الافشنسي عاليه في ربوع الاسيد الجازز. حاجة تانية تكون easy regenerated. فالسولفنت زي المونو ايثانولامين MEA والداي ايثانولامين البوتاسيوم كربونيت سوليوشن دول absorb بال H2S وال CO2 ده absorb at low temperature. by heating يحصل rebellion يطردوا هذه الغازات ويتبقى السولفنت بيور بس ماله سخن. فاعمل له كولينج واعمل له ايه ريجينيريشن. استخدام السولفنتس تو ابزورب الاسيد الجازس ابزورب عشان عامه تخلصني من الكميات اللي هي نسبيا كبيره من امبيوريتيز لكن ما تخلصنيش 100%. فبيتبقى تريس اماونتس من ايه هذه الاسيد الجازس ما تخلصناش منها. دايما بقى يكملوا التخلص منها ازاي بقى من ابزوربشن. ابزوربشن on solid A adsorbents زي أنواع مختلفة من molecular sieves اللي نوع من السيليكيتس أمونيوم سيليكيتس أنواع مختلفة بقى وبتختلف في البور سايز بتاعها وفي الاكتيفيتي بتاعتها وبتختلف في اللي يناسب H2S ريموفر غير اللي يناسب مثلا أمونيا ريموفر غير اللي يناسب ووتر فيبر. فيعني molecular sieves دي أنواع كثيرة جدا جدا بتستخدم ليه في الأدزوربشن. والأدزوربشن بيستخدم فيه الريموفال اوف تريس. تريس يعني كميات صغيرة. تريس اماونت من الجازس اللي هي ما قدرناش نفصلها بالأدزوربشن. وبرضو ميزة الملوكولار سيفز دي انها بيتعمل لها ريجنريشن بترجع تستخدم من جديد. يبقى الأسيد جاز ريموفال بيتعمل بأدزوربشن يوزنج regenerated basic solvents زي مين زي ال MEA زي ال DEA زي البوتاسيوم كربونيت سوليوشن او الانواع التانية اللي انا كاتبها لك. absorption ده followed by absorption on molecular A molecular sieves. ده السب الاولى في التريتمنت. السب التانية بقى اللي هي الهيوميديتي adjustment تخلص من الووتر فيبر. الووتر فيبر ده ضروري اتخلص منه بيعمل لي مشكلة. ليه؟ بيحصل physical chemical reaction ما بين الووتر فيبر وبين الهيدروكربون جازس في البايبلاينز under pressure and temperature اللي بتكون فيها الناتشرال جاز في البايبلاينز. طبعا الناتشرال جاز عشان تعمله تضخه ودي اي اماكن مختلفة لازم تعمل ايه؟ تعمل بريشر. لما يكون البريشر عالي في التمبريشر الموجودة بتاعت الكمبريشر بتاع الناتشور جازة بيحصل كده كومبليكس رياكشن فيزيكال كيميكال رياكشن ما بين الهيدروكربونز بتاعت الناتشور جاز وبين الووتر فيبر يكونوا حاجة اسمها الهيدريتس. والهيدريتس دي سوليد ماتيريال. فالسوليد هيدريتس دي لو اتكونت ممكن تسد البايب ودي ممكن توصل بقى في وقت تعمل لنا يعني مشاكل كبيره ممكن تعمل اكسبلوجن لو ايه لو سدت البايب خالص. فيجب التخلص من الهيوميديتي او الووتر فيبر اللي هي الخطوه الثانيه في التريتمنت بعد الاسيد جاز ريموفال لتو افويد فورميشن اوف سوليد اي هيدريتس. تتخلص منها ازاي؟ برضو بطريقه مشابهه للتخلص من الأسيد الجازز absorption followed by absorption. absorption المرة دي بقى
في السولفنتس اللي هي سوتابل تو ريموف ووتر فيبر اللي بنسميها جلايكولز، الاسيلين مونو اسيلين جلايكول والداي اسيلين جلايكول والتراي اسيلين جلايكولز. الجلايكولز اورجانيك كومباوندز مشهوره عندها قابليه انها تذوب لايه كميات كبيره جدا من الووتر فيبر، وبرده قابلة ايه لاعاده استخدامها. فاستخدموا الاسيلين جلايكول مونو اسيلين جلايكول او داي اسيلين او تراي اسيلين جلايكولز في الابزوربشن اوف ووتر فيبر، وبرده الابزوربشن مش هيعمل لي ريموفال 100%، فلازم فولود باي ادزوربشن على سوليد ادزوربنس، انواع تانية من مولكولار سيفز او ماده بنسميها السيليكا جيل، دول عندهم قابليه ادزورب الكميات الصغيره من الووتر فيبر. الخطوه الثالثه في التريتمنت بقى اللي هي الكوندنسبل هيدروكاربونز ريموفال، طبعا ده هينطبق على ايه اساسا؟ على الاسوشيتد جاز، لان هو اللي فيه نسب كبيره شويه من الكوندنسبل ايه هيدروكاربونز. مين هم الكوندنسبل هيدروكاربونز؟ اللي هم الهاير زان سي واحد، هاير زان ميسين، ودول بيتعمل لهم ريموفال بطريقتين. اول طريقه عمليه كولينج، كولينج بالهيت اكسشينج تبادل الحراري مع ليكويد بروبين. كولينج لغايه امتى؟ يعني نيجاتيف 45 ناقص 45 سيلسيوس. الكولينج ده ما بيحولوش لليكويد بس بيخفض الحراره. ليه؟ لان بعد كده انا بعمل له ووشنج او ابزوربشن ويز كولد هيدروكربون عشان يذوب لي الكوندنسبل هيدروكربونز دي. فانا بعمل له ابزوربشن في ليكويد هيدروكربون. الابزوربشن بتاع الجاز في ليكويد بيزيد بالتبريد ويقل بالتسخين، فانا بعمل كولينج ليه؟ عشان ازود من ذوبانيه الكوندنسبل هيدروكربونز دي في الليكويد بروبين اللي هستخدمه بعد كده عشان يدوبهم. وبعد كده ممكن يعمل بقى بالديستيليشن يفصلهم من البروبين ويرجع ايه يستخدمه. ف اللي مش هيحصل له كوندنسيشن اللي هو بين لي الميسين اللي هو سي اتش 4. طيب في طريقه تانية غير الطريقه دي؟ الطريقه التانية ازود الكولينج شويه، بدل ما ناقص 45 لا ازود الكولينج اوصل لناقص 120 سيلسيوس. في الحاله دي بقى الكولينج الشديد ده بيعمل كوندنسيشن مباشره للكوندنسبل هيدروكربونز. فالكوندنسبل هيدروكربونز ريموفال يا اما بتعمل كولينج وذ ليكويد بروبين لغايه نيجاتيف 45 لغايه ناقص 45 followed by washing with cold hydrocarbon زي البروبين عشان تذوبهم وتفصلهم بعد كده، او تعمل كولينج شديد شويه لغايه ناقص 120 سيلسيوس تحول الهيدروكربونز دي الى ليكويدز ايه مباشره. مين بقى اللي مش اللي هيفضل ما حصلوش كوندنسيشن؟ اللي هو الجزء الكبير اللي هو المكون الاساسي الناتشرال جاز اللي هو مين لي ايه الميسين، ومعه بقى شوية يعني ايه بقايا ضئيلة من الايسين ستوت شيكس ما حصلهاش ايه كوندنسيشن. طيب ايه الناتشرال جاز اللي فصلنا منه كوندنسبل هيدروكربونز؟ وانا قبل كده عملنا ريموفال للاسيديك جازز وعملنا ريموفال للهوميديتي وكمان فصلنا منه كوندنسبل هيدروكربونز، بيروح بقى على ايه؟ على الأماكن استخدام، الضخ في البايبلاينز بقى في أنابيب على أماكن استخدامه. مثلا عندنا في مصر هنا بينتج الناتشرال جاز من كذا حتة، فالشركات اللي بتنتجه دي مش هي اللي بتوزعهم، دي بتوديه لشركة تانية بتاع التوزيع، شبكة موحدة بتضخ فيها ناتشرال جاز من كذا مصدر، والشركة دي بتوزع بقى حسب ناتشرال جاز إما للمنازل او للمصانع او البتروكيميكال اندستري لاي مكان يعني. فشبكه التوزيع بتاخد الناتشرال جاز من كل المصادر المنتجه لنا في مصر هنا ويتوزعوا على ايه العملاء المختلفين.
طيب الكوندنسبل هيدروكاربونز دي اللي حصل لها كوندنسيشن وبعدين فصلناها من في الطريقة الأولى من الليكويد هيدروكاربون، أو اللي حصل لها كوندنسيشن مباشرة اللي هي بدءا بقى بين السي 2 و 3 و 4 دي بيسموها ناتشرال جاز ليكويد. ولازم تعرف كرامز دي ومدينا يعني كومن يعني اكسبريشن لها ان جي ال. فالان جي ال هي الناتشرال جاز ليكويد ده هي مين؟ اللي هي الكوندنسبل هيدروكاربونز اللي فصلناها من الناتشرال جاز، من الاسوشيتد ناتشرال جاز. الان جي ال بقى دي انا كنت عاوز اعمل ريموفال للاتش تو اس، عامل لي مشكله كنت عاوز اعمل ريموفال للهيوميديتي، انما الان جي ال دي او الكوندنسبل هيدروكاربونز ده انا مش بعمل لها ريموفال، ده انا بعمل لها ريموفال عشان انا محتاج لها، دي قيمتها كبيره. فدي بياخدوها بعد كده يعملوا لها فراكشنيشن ديستليشن الى تو ستريمز، توب برودكت وبوتوم برودكت. التوب برودكت اللي هو كونتين مينلي الايثين والبروبين وكميات قليله من اكبر من كده. فالتوب برودكت ده بيسموه اللي بيجي، اللي بيجي ليكوفايد بتروليوم جاز. واللي بيجي ده بس او اللي بي او ليكوفايد بتروليوم جاز بيستخدم كروماتيريال في البتروكيميكال اندستري، وان كان في بعض الحالات مثلا زي مثلا عندنا في مصر هنا اللي هو البوتاجاز اللي موجود في الانبوبه. الناتشر جاز اللي بيجي لنا في البايب لاينز اللي عنده غاز طبيعي ده معظمه عن ميثين، انما اللي في الاسطوانات بقى اللي هي البومبه دي بيسموها البومبه دي الاسطوانات دي اللي هو الغاز اللي على صوره ليكويد، وانت تفتح انت الاسطوانه يتبخر يتحول لغاز، ده مش ميثين، ده عباره عن اللي بيجي اللي هو ليكوفايد بتروليوم جاز اللي هو مينلي بروبين وبيوتين. فاستخدامه في معظم العالم روماتيريا في بتروكيميكال اندستري قيمته غاليه، احنا مضطرين لعدم شبكه غلاس طبيعي مش مغطيه كل الاماكن في مصر، ما زالت اماكن شغاله بالاسطوانات اللي هو موجود جواه ال LBG اللي احنا بنسميه تجاوزا البوتاجاز. طيب ده الفراكشن اللي هو التوب برودكت. البوتوم برودكت بقى بيسموه الناتشرال جازولين، ده عباره عن ايه بقى؟ ده عباره عن السي 6 والهيفير هيدروكربونز، اللايت سي 2 و 3 و 4 والى حد ما 5. الهيفي اللي هو بنسميه بقى الناتشرال جازولين اللي هو عباره عن سي 5 اند هيفير هيدروكربونز. ده بقى مهم جدا، ده بيستخدموه في صناعه الجازولين، بيعمل بيرفع الفيبر بريشر بتاع الجازولين او الفولاتيليتي. الجازولين اصلا اللي بنستخدمه في السيارات ده مش نوع واحد، ده عباره عن ميكشر من جازولينز مختلفه اللي بيجي مثلا من الاتموسفيريك ديستريشن كولوم، ده بيسموه ستريت ران جازولين، ده اوكتين نمبر بتاعه منخفض جدا 50 تقريبا 50 60. في جازولين بيجي بالكاتاليتيك ريفورمينج، في جازولين بيجي من مثلا بوليمر جازولين ايزو جازولين، في عمليات كتيره في الريفاينري بتطلع انواع من الجازولين بكلها اوكتين نمبر مختلف وفولاتيليتي مختلف، وبيعملوا لها بقى عمليه ميكسنج عشان يطلع الجازولين اللي بينزل السوق حسب المواصفات. ايه المواصفات دي بتاعت الجازولين؟ اوكتين نمبر عالي كويس، زي ما انتوا عارفين اوكتين نمبر دلوقتي يعني اقل، يعني ال 80 ده بيستخدم في التاكسيات بس والكلام ده، انما اوكتين نمبر الناس كلها بتستخدم ال 92 وال 95، وكل ما تتعمل موديلات جديده من السيارات كل ما بتحتاج لوكتين نمبر اعلى 97 وفصاعد وهكذا. ف غير الاوكتين نمبر الجازولين اللي بينزل السوق ده بيظبطوا الفولاتيليتي بتاعته، وهي على فكره بتختلف بايه؟ اختلاف الطقس خلال يعني فصول السنه. الفولاتيليتي في الصيف بتاعت الجازولين غيرها في الشتاء، لان ده الفولاتيليتي عاليه قوي ممكن يحصل حاجه مشكله بنسميها الفيبر لوك، حطوها في البتروليوم. فالفولاتيليتي مثلا
في الصيف لازم تبقى قليلة عشان حرارة عالية، لكن في الشتاء تبقى الفولاتيليتي عالية شوية. يظبطوها ازاي الفولاتيليتي بقى؟ بنسبة الناتشرال جازولين اللي هو بينتج البوتوم برودكت من الديستليشن بتاع NGL اللي هو الناتشرال جاز ايه ليكويدز. فالناتشرال جاز ليكويدز اللي هي الكوندنسبل هيدروكربونز ديت تعمل لها فراكشنيشن الى اللي بيجي توب برودكت مينلي يعني بروبين وبيوتين ويمكن في شويه ايه شويه مثلا ميسين شويه ايسين متاسف. وبوتوم برودكت ده مينلي بقى يبدا من السي 5 فصيدا من البنتين والاكسين والكلام ده اللي هو بنسميه ناتشرال ايه جازولين، وبيستخدم تكنترول الفولاتيليتي بتاعت الكوميرشال جازولين. طيب لو حبينا اكسبورت نصدر الناتشرال جاز، فاذا كان انا هصدره على دول على البر مثلا زي ما كنا بنبعت ناتشرال جاز لاسرائيل والاردن والغزة، فعلى البر كنا بنصدره بان انا ايه اعمل بايب لاين واضخ فيه الغاز. وفي دول كتير كده في مثلا خطوط غاز كبيره جايه من روسيا بتروح اوروبا الغربيه، منها خط بيوصل لالمانيا 5000 كيلو تقريبا، وفي خط تاني بيوصل عن طريق تركيا. فالناتشرال جاز اكسبورتيشن تصديره اذا كان على البر في بايب لاينز. طب اذا كان بقى عاوز تبعته دول بعيده عن طريق البحر، فلازم الاول تحوله ايه الى ليكويد، لان المركب فراغات عاوز تحط عشان تبقى عملية ايكونوميك، عاوز تاخد اقل فراغ في المركب تحط فيه اكبر كمية من الناتشرال جاز، فلازم تعمل له بقى ليكوفاكشن. عشان تعمل ليكوفاكشن ناتشرال جاز بعد كل التريتمنت اللي عملناها دي في تريتمنت اضافية علشان تقلل النسب الامبيوريتيز، تقلل الووتر فيبر لعشرة بارت بالمليون، تقلل السي او تو الى 100 بارت برمليون، تقلل H2S ل 50 بارت برمليون. زي ما انت شايف كلها كميات ضئيله، فما اقدرش احقق الكلام ده الا باستخدام الابزوربشن يوزنج ايه انواع مختلفه من النوكلر ايه سيفز. بعد ما تعمل التريتمنت دي بتعمل بقى ليكوفاكشن للناتشرال جاز بطريقتين كبار، طريقه اسمها الاكسباندر سايكل وطريقه اسمها الميكانيكال ريفريجريشن. الاكسباندر سايكل دي معتمده انك انت بتعمل كومبريشن للناتشرال جاز، بعدين تسمح لبارت من الكومبريست جاز ده بان هو اكسبانشن يتحول الى ليكويد، يتحول الى غاز متاسف، تعمل جزء هو غاز بس غاز اندر ايه هاي بريشر، مفيش ليكويد على حاجه، غاز اندر بريشر، بتسمح لجزء من الغاز ان هو كومبريسد اندر هاي بريشر ده ان يحصل له اكسبانشن. فعشان يحصل له اكسبانشن هو لما انت عملت كومبريشن للناتشرال جاز حصل ايه؟ الضغط قل، الضغط زاد. لما الضغط زاد المولكيولز قربت من بعض، لما قربت من بعض الفورس اوف اتراكشن بينها بقت كبيره. انت بتسمح لجزء دلوقتي بالاكسبانشن، عشان يقدر الجاز يحصل له اكسبانشن لازم يتغلب على الفورسز اوف اتراكشن بتوين المولكيولز، فلازم يبذل ورك في التغلب على قوه التجاذب بين المولكيولز دي اللي هو نوع من الانرجي. فانت بتعمل الاكسبانشن ده بتاع البارت من الكومبريس لجاز وزود ابزوربشن اوف اني اكسترنال هيت بدون ما تكتسب اي هيت من اي مصدر خارجي. ما لازم يبذل، لازم انرجي تبذل في التغلب على قوه التجاذب. يقوم الجاز ما يلاقيش وسيله ان ياخد الانرجي او الحراره اللازمه دي غير من ايه الانرجي الكامنه جواه، فياخد طاقه من الكامنه جواه جزء منها يبذلها على صوره شغل في التغلب على قوه التجاذب بين المولكيولز، وبالتالي تنخفض درجه ايه درجه حرارته. تنخفض درجه حرارته تكرار العمليه دي يبتدي يتحول الى ايه الى ليكويد.
الطريقة الثانية ميكانيكال ريفريجريشن، دي عبارة عن هيت اكسشينج، تبادل حراري. تبادل حراري مثلا باستخدام أنواع مختلفة من هيت اكسشينجرز، مفيش دايركت كونتاكت ما بين الكولينج ميديم اللي هستخدمه وبين الناتشورال جاز. مين الكولينج ميديم ده؟ بتستخدم انت 3 ليكويد هيدروكربونز ورا بعض كده، تعمل اول كولينج بالليكويد بروبين، تعمل ثم يتبعه كولينج بالليكويد ايثين، ثم كولينج بالليكويد ميثين، عامله زي اللي بيحصل في الديب فريزر او الفريزر بتاع الثلاجه، ان الليكويد بيمتص الحراره ويتحول لفيبر، ترجع تعمل له ايه كوندنسيشن ليكويد وتعيد استخدامه. فهنا اللي بتبدا انت الناتشر جاز تعمل له كولينج بالليكويد بروبين. ليه البروبين الاول؟ لان هو هتبقى حرارته يعني نسبيا من الصعب اساله الميثين، اسهل منه البروبين، اسهل منه الاول الايثين، اسهل منه البروبين. كل ما يزيد المولكولار ويت كل ما يبقى نسبيا ممكن تعمل له اساله. ف يعني ايه يعني اصعب واحد في الاساله الميثين، يبقى درجه حراره الليكويد ميثين دي اقل حاجه، اكبر منها الليكويد ايثين، اكبر منها الليكويد بروبين. فانا بعمل الليكوفاكشن ده باني امرر الناتشورال جاز، اعمل هيت اكسشينج مع ليكويد بروبين اولا، ثم ليكويد ايثين، ثم ليكويد ايه ميثين. وزي ما قلت لكم بياخدهم بعد كده دول بالكولنتس دي او المبردات دي بيحصل لها ايفابوريشن، وارجع اعمل لها كوندنسيشن واستخدمها ايه واستخدمها من جديد. حاليا بقى معظم يعني منتجين الناتشورال جاز بيستخدموا الميكانيكال ايه ريفريجريشن سايكل اللي انا قلت عليها دي، يستخدموا بطاريه من 3 كاسكيد من 3 سولفنتس، ليكويد بروبين ثم ليكويد ايثين ثم ليكويد ايه ميثين. فاخر صفحه دي 2 بقى بكلمكم شويه على الاسوشيتد جاز. من هو الاسوشيتد جاز؟ اللي هو موجود اسوشيتد ويز كرود اويل، ديزولفد في كرود اويل. الجزء كبير من الميدل ايست اويلز اللي البترول اللي بينتج من الميدل ايست في الشرق الاوسط عندنا وفي الخليج بالذات، جزء كبير منهم او معظمه بيكون مصاحبه يعني اسوشيتد جاز ديزولفد فيه. فلما يجوا يستخرجوا الاسوشيتد جاز ده، احنا قلنا عامه معظم الاسوشيتد جاز بيكون في نسبه عاليه من الكوندنسبل هيدروكربونز. فالاسوشيتد جاز هو لما بينتج عندهم في اثناء استخراج البترول بيفصلوا الاسوشيتد جاز ده، وبكده بيفصلوا منه الايثين. الايثين ده ممكن نسبته توصل في البترول يعني لغايه 10% من ايه الاسوشيتد جاز. والايثين ده يعتبر زي ما هنقول بعد كده البيست رو ماتيريال فور برودكشن اوف اسيلين. فبجانب الاسيلين ده ممكن ينتج من اي هيدروكربون، ممكن ينتج من البروبين، من البيوتين، من ديك نفتا، من اي حاجه، من اي بارافينيك هيدروكربونز. لكن الايثين بالذات لما تعمل له بايروليسيس، فهو الايثين 2 فمش هيديني اوليفين الا 2 زيه، فبيديني ايثيلين. لو استخدمت بروبين يديك ايثيلين وبروبيلين، لو استخدمت بيوتين يديك بيوتيلين وبروبيلين وايثين وهكذا. فالايثين هو الرو ماتيريال الوحيده في التي عند استخدامها في انتاج الايثيلين، والايثيلين ده من اهم الرو ماتيريالز في البتروكيميكال اندستري، اللي هي تديني ايثيلين فقط، فتديني هاي بيوريتي وهاي سلكتيفيتي. فمن كده محبس في يعني افضل رو ماتيريال تحضر منها الايثيلين هي الايثين. فالايثين موجود بنسبه كبيره في الاسوشيتد جاز، وبالتالي معظم دول الميدل ايست هيبقى الايثيلين اللي بتنتجه البتروكيميكال اندستري بتحصل عليه من ايه؟ من الايثين. وان كان الريفاينرز القديمه ما
ما بتعملش كده، دي بتحرق ايه الايثين والفيولز اللي بتطلع من عمليات كتيره في الريفاينري. انما طبعا الاستخدام الامثل اللي هو استخدام الايثين الموجود في الاسوشيت الجاز استخدامه في production of ethylene for petrochemical industry. اخر حاجة في الصفحة اللي هي ازاي انا يعني كروت بتروليومز بيفضلوا بينها بحاجة اسمها الاي بي اي زي ما اخدتها قبل كده. الناتشور جاز في حاجة مشابهة للمقارنة بالناتشور جاز مختلفة يسموها الهيتنج فاليو. الهيتنج فاليو دي معتمدة على الكومبوزيشن بتاع الناتشورال جاز وعلى التريتمنت اللي عملناها وعلى نسبة الميثين فيه ونسبة الكوندنسبل هيدروكربونز إن وجدت والكلام ده. فعامة كلما كان الناتشورال جاز فيه نسبة أعلى من الهيفي برودكتس كلما كان الهيتنج فاليو بتاعته أعلى. طب بيعبروا إزاي بقى عن الهيتنج فاليو دي؟ عبارة حاجة اسمها الروبي اندكس، هو عبارة عن الهيتنج فاليو مقسومة على سكوير جذر التربيع لسبيسيفيك جرافيتي واليونتس بتاعتها بي تي يو لكل فيت كيوبت. اللي تفيدني بقى ديت فان انا لما اجي اتداول الناتشورال جاز في السوق بيع وشراء ما بي الهيتنج فاليو عمرها ما بتكون ثابتة على مدار ايه، مش على مدار الابار مختلفة حتى على مدار البئر الواحد. فاتفقوا الجماعة اللي هم يبيعوا الناتشورال جاز ان انا اتنين ناتشورال جازس لما يكون الوبي اندكس بتاعهم بلس اور ماينس 10% يبقى اي واحد ممكن يحل محل التاني مفيش اي مشكلة. يعني مش لازم ان انا ايه في البيع والشراء انا بورد مثلا ناتشورال جاز ببيعه مثلا للاردن مثلا فما تقوليش الوبي اندكس قيمته كذا، لا لوبي اندكس احنا متفقين على قيمه لكن اي اختلاف في قيمه اللوبي اندكس دي اللي هو الهيتنج فاليو على سكوير سبيسيفيك جرافيتي حدود بلس اور ماينس 10% يعتبر اللوبي اندكس ده الناتشورال جاز ده يحل محل ده مفيش مشكله او بيسموهم تو انترتشينجبل ناتشورال جاز. بكده خلصنا ايه الجزء بتاع صفحه واحد وصفحة ايه وصفحة اتنين.